اقطف أوراق نبتة البلانتين لسان الحمل وتأكد من ترك بضعة بوصات على الأقل من سيقان النبتة مع بعض الأوراق حتى لا تموت. هنالك طريقتين يمكن اتباعهما لعمل هذا المرهم، الطريقة الباردة أو الطريقة الساخنة. الطريقة الباردة وهي بنقع العشبة بالزيت وتركها تحت أشعة الشمس لمدة أسبوعين إلى 4 أسابيع، أو وضع النبتة بالزيت فوق حمام ماء ساخن حرارته 125 فرنهايت لبضعة ساعات. اغسل الأوراق ونشفها على قطعة قماش نظيفة. نسبة الأعشاب لزيت الزيتون هي عبارة عن جزء واحد من العشبة إلى 4 أجزاء من زيت الزيتون. اطحن أوراق النبتة ودعها تسخن في زيت الزيتون في فرن درجة حرارته 125 فرنهايت لبضعة ساعات حتى نستخلص منها العناصر الطبية. ضعها فوق حمام مائي قبل نقلها إلى الفرن. صفيها وهي لا تزال ساخنة. أضف 4 ملاعق كبيرة من شمع النحل إلى كل كوب من الزيت الناتج. ذوبها على حرارة منخفضة جدا. عبئها في مرتبانات واتركها لتبرد تماما. يستخدم مرهم لسان الحمل لشفاء الجروح والقروح ولدغة الحشرات والطفح الجلدي.